اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خليني ارحب بضيوفي في هذه الفقره الاساتذه، الاستاذ جمال الزهيري. ازيك يا استاذ جمال؟ اهلا كابتن اسلام. استاذ محمود صبري. ازيك يا استاذ محمود؟ اهلا كابتن زحر. طيب خليني ابدا مع حضراتكم، ويعني هنتكلم بقى في نواحي بعيدا شويه عن النواحي الفنيه، لانها الحقيقه قرارات مجلس اداره النادي الاهلي الاخيره فيما يخص منع البث او ايقاف البث عن كل منصات النادي الاهلي خلال منصات النادي الاهلي خلال الثلاث ايام السابقه، الحقيقه كان قرار تضامنا مع الشعب الفلسطيني. طبعا يعني شكر، انا اعتقد ما حدش مستني مننا الشكر، لكن يجب ان احنا نشكر فعلا مجلس اداره النادي الاهلي وشركه استادات وبرزنتيشن لايف على بالتالي هو الموقف يعني الوحيد والموقف الوحيد يعني يمكن كل طبعا كل القنوات عبرت بشكل او باخر عن تضامنها، لكن فعلا ما كانش في كلام ممكن يتقال في الفتره في هذه الفتره غير انه فعلا اعلان التضامن وايقاف البث، وحتى دعوه مجلس اداره الاهلي لاعضائه للتبرع بالدم، برضو موقف اكثر من رائع. وده يعني مش هنقول جديد، او انا شخصيا مش هقدر اقول جديد على مواقف النادي الاهلي في هذه الأمور، وكلنا كشعب مصري يعني متأثرين جدا بما يحدث، وعايشين تقريبا لحظة بلحظة مع يعني اللي يقدر يعمل حاجة مننا بيحاول بقدر الإمكان ان هو يعبر عن استيائه من الأحداث المؤسفة اللي بتحصل في غزة، ونتمنى يا رب انها تكون فترة وتنتهي على خير بما في صالح الإخوة الفلسطينيين. استاذ محمود، بيان النادي الاهلي يمكن كابتن كان انا شايفه انه حاجه قويه جدا بامانه شديده، كانت حاجه محترمه، وممكن بترتيب الاحداث اللي اتعملت والقرارات اللي اتخذت كان من افضل بيانات للانديه الرياضيه، وخاصه تخصيص ايراد المباراه المقبله مع سبة تنزاني لصالح دعم غزه، تبرع بالدم، برضو ارتداء يعني الشارات السوداء، كل هذه الامور بالاضافه الى الموقف اللي اتعمل في قناه النادي، وكثير من القنوات شاركت في الموضوع، لكن يمكن قناه النادي الاهلي كانت بارزه ولها موقف واضح من مجلس الاداره. طبعا الاحداث لا تخفى عن الجميع، ويعني انا من وجهه نظري الكلام في هذه اللحظات بيبقى الكلام صعب ولين ما تعرفش، لانه انت مطالب بالفعل وليس بالكلام. الامور صعبه جدا، وانا شايف انه يعني مصر هي دائما في الاول في الاخير هي اللي بتتحمل المساله، يعني وجودها شايفين كلام مصر في اللحظات دي ما تبقاش بتاعت كلام، مصر تبقى فيها قرارات في وضوح للرؤيه. يمكن الدعوه للمؤتمر اللي تم بهدف البحث عن حل عن مخرج قضيه دخلت في مناطق شائكه وصعبه جدا، يعني ندعو ربنا سبحانه وتعالى انه يعني يحفظ اهالينا في غزه، وان يعيدهم يعني الى يعني بلدهم، ان يبقوا وان يحافظوا على ارضهم. دي من الحاجات المهمه جدا اللي تبنتها كل البيانات الصادره خاصه من مصر ومن الهيئات الموجوده، شيء جدا انك تدافع على ارضك، الخروج منها يعني انك انت ضحيت خلاص بالقضيه وانتهى الامر. فاعتقد انه الشعب المصري والعربي بيعيش بامانه شديده محنه صعبه جدا، نتمنى نخرج منها بالسلام ان شاء الله باذن الله تعالى ان شاء الله. طيب في مبادرة أخرى الحقيقة لنبذ التعصب ولنبذ كل ما هو سيء وكل ما هو لا يمت للرياضة بصلة، بعث نادي الأهلي لمجلس إدارة نادي الزمالك خطابا من خلال رئيس مجلس إدارته كابتن محمود الخطيب لتهنئة مجلس إدارة نادي الزمالك على ثقة الجماعة العمومية فيهم خلال الفترة القادمة. ده برضو أعتقد أنه هو موقف متوقع جدا وطبيعي جدا من مجلس إدارة النادي الأهلي. النادي الأهلي ليس لديه خصومة مع نادي الزمالك وجماهيره، هاي طول عمرهم موجودين وطول عمرهم بيتنافسوا، يفوز من يفوز ويخسر من يخسر، وفي النهاية تبقى الروح الرياضية. وأعتقد أن المبادرة من جانب مجلس إدارة النادي الأهلي والكابتن محمود الخطيب بتهنئة مجلس إدارة الزمالك الجديد كابتن حسين لبيب و المجموعة كلها اللي في القائمة الموحدة بتاعته، اعتقد ده بيعبر وبينقلنا الى مرحلة جديدة، ويمكن اعضاء مجلس ادارة الزمالك الجداد
حتى قبل ما ينتخبوا كانوا بيأكدوا على الروح الرياضية اللي هي ممكن توصل في بعض الأحيان ان هو يقول انا عاوز اكسبك، ده حق مشروع جدا. لكن طبعا في النهاية العلاقات الطيبة هي التي يجب ان تسود وتدوم بين الناديين، لان في النهاية الاتنين بيمثلوا جناح الكرة المصرية والرياضة المصرية. صحيح. وجودهم مع بعض شيء مهم جدا وكان ضرورة، وبنشكر مجلس إدارة النادي الأهلي طبعا على هذا القرار. وطبعا هو ده قدر الكبير كبير الأسر الرياضية، وأنه يترفع عن كل الأزمات اللي حصل وتعرض لها من جانب المجلس السابق في نادي الزمالك، وأنه هو يبادر بفتح صفحة جديدة وتهنئة مجلس الإدارة. أعتقد أنه دي رسالة، حتى رسالة لبعض الموجودين في المجلس الحالي وعلى رسوم مهندس هشام نصر. هشام نصر اللي أدى بتصريحات برضه مثيرة خلال العملية الانتخابية من أجل برضه اللعب على وتر الجماهير بصورة أو بأخرى، لكن رسالة واضحة للأهلي بيقول له أهو إحنا ما عندناش مشاكل. والغريبة أنه لا تلحظ ولا تجد ولا تستطيع أن تمسك بشيء من أعضاء مجلس إدارة الأهلي ولا المنتسبين الرسميين أنهم طلعوا بتصريح رسمي يمس نادي الزمالك من قريب وبعيد. كلها أوتار، يعني كلها أمور يا كابتن، لعب على أوتار الجماهير بصورة أو بأخرى. مجلس إدارة الأهلي أدى بعت رسالة مفاداها أنه هو بيقول أنه خلاص الفترة انتهت وراحت لحالها، احنا بندعم الرياضة المصرية وبندعم كل ما هو رياضي. طبعا اتمنى ان كل واحد ينشغل بمشاكله وبعيوبه وانه يعلي من الرياضة. وانا شايف الظرف اللي احنا فيه ده يدفعنا بامانة شديدة انه ان نسكت الاصوات النشاز وان نعلي مصلحة الوطن، وان يكون المسألة فيها منافسة. واللي شفناه في ماتش الباسكت في البحرين والجمهورين مع بعض، والماتش والمشهد الراقي الجميل، واللي شفناه منتخب الجزائر وجماهير مصر والجزائر في كانت في العين كل، يعني عايز اقول ايه يا جماعه دي منافسه. يا استاذ جمال برضو الكلام اللي احنا بنقوله ده فيما يخص برقية التهنئة، هي ليست برقية التهنئة فقط، ولكنها رساله لكل الاجيال طبعا، رساله للجمهور في المدرجات، لجمهور النادي الاهلي اللي هو دائما ما بيكون يعني هو الاساس في كل شيء، ولجمهور نادي الزمالك ان انا ما عنديش مشكله مع حد، انا كنادي اهلي عايز اللي انا بعمله يعود على المدرجات، ان انا اشوف طبعًا المدرجات زي ما الاستاذ محمود بيقول ان الجمهورين في مباراه السله قاعدين جنب بعض ما فيش مشكله خالص، في مباراه المنتخب الجزائري المنتخب الجمهور الجزائري قاعد مع الجمهور المصري، وبالتالي هو ده اللي احنا عايزين نوصل له، ان اللي بيعمل حاجه بره هو النادي الاهلي هو الكبير، وبالتالي عندما يفعل مثل هذه الامور هو بيعملها عشان نشوفها في المدرجات، بس نشوفها في الملعب ما بين اللعيبه. وفعلا مجالس الاداره او المسؤولين في الناديين يعني علاقتهم الودية بتنعكس كمان على الجماهير طبعا. ما هو النهاردة ما يبقاش حد بيولع الدنيا بين الجماهير هنا وهنا، وفي الآخر نطلب من الجمهور ان هو يتصرف بمثالية. اذا كنا احنا بنطالب اللعيبة على ارض الملعب ان هم يتصرفوا صحيح بروح رياضية، فما بالنا بمسؤولي الناديين. والحقيقة ان نتمنى ان تكون هذه بداية لمرحلة جديدة، اللي أنا بقول هي مرحلة جديدة قديمة، يعني هو أصلاً هو ده الأصل، هو ده الأصل، يعني عودة إلى أصل العلاقة بين الناديين. والله دايماً يا أستاذ محمود حتى لما كنت بكلم الكابتن خطيب أستاذ جمال في بعض الأوقات إحنا برضو يعني كابتن خطيب وإدارته للنادي الأهلي بيبقى ليهم رؤية معينة. بالظبط. احنا برضو يمكن شباب يعني ساعتها يعني من سنتين ثلاثة كانت الدنيا أقل شوية، لكن فلما كنا بنسمع إن في حد فلان بيشتم أو بيعمل بتاع فعايزين نطلع نرد، ما هو على فكرة ده يعني ده اللي احنا المفروض يحصل. كان دايما يقول لك إيه، والله كان يقول لي كده ما تردش. لا مش ما تردش، كان يقول لي طبعا ما تردش، ولكن كان يقول لي دايما أن الأخلاق دائما ستفوز. ده الأساس. قال لي يا عم الأساس إيه؟ الاساس عمره ما بيبقى الصوت العالي. لا طبعا لا لا عمره ما بيبقى الصوت العالي. قال لي سنه 2 3 4 ولكن في النهايه اللي هيحصل او اللي هيكسب هو الاخلاق. لا يصح الا الصحيح. في قصه شهيره برضو كابتن، الرياضه اخلاق. قصه شهيره لما الكابتن محمد حسن حلمي اراد اللي هو رئيس نادي الزمالك الرمز التاريخي، اراد ان هو يروح يهنئ كابتن صالح سليم ومجلس ادارته بفوزه بالانتخابات. كابتن صالح اللي راح له صح لما عرف ليه
هي دي العلاقة الأصيلة. وبعدين على فكرة حتى أبرز نجوم النادي الأهلي وكان منهم واحد من القدامى الرائعين كابتن أحمد مكاوي طبعا. كان دايما يقول لنا إن هو بيروح بعد ما يلعبوا الماتشات قعدتهم كلها والسمر بتاعهم يعني كان في نادي الزمالك، بيروحوا يقعدوا مع بعض مع نجوم نادي الزمالك في ذلك الوقت، حنفي بسطان وزكي عثمان وغيرهم من النجوم. فالعلاقة هي دي الأصل. أما مسألة إن أنا أكسبك فدي برضو تخضع لقوتك بقى في الملعب، أنت وشطارتك. أيوة، ما احنا قلنا إن ده طبعا شيء جيد جدا كل واحد يتكلم ويعمل كل حاجة ونقول إن التقارب والمش عارف إيه والكلام الحلو ده كله، ولكن كل واحد هيدافع عن نديه من وجهة نظر. بالظبط، هو ده الحقيقة. ولذلك احنا لا نطالب غير بالعلاقة الطيبة المحترمة. بالظبط، طول ما العلاقة طيبة ومحترمة. يعني حتى أثناء انتخابات الزمالك الأخيرة لاحظت أنا حاجة، بس يعني الحقيقة ما كانش صوتها عالي قوي، حكاية كهربا، إنه بعض المرشحين كان من ضمن برنامجهم تقسيط عقوبة كهربا. إن النادي الأهلي، هي المسألة مش كده، النادي الأهلي مش طالب إن هو يقصر. لا يا أستاذ جمال، ولا كهربا، ده مش مسألة كهربا، مش طالب إنه يقصر. لا مش مسألة تقسيط، أنا أقصد في بعض مش مسألة تقسيط على موضوع الجماهير. لا مش مسألة تقسيط غرام كهربا، هو الأهلي أصلا ما بعتش عشان يقصر غرامة كهربا. لكن أنا عاوز أسألك سؤال، لا ده الحدوتة راحت إيه؟ المهندس هشام نصر طلع بحدوتة قال لك ده بيتدرس في الفيفا، يعني حاجة في منتهى الغرابة ان كوبري كهربا بتدرس في الفيفا. يعني انت يعني ايه ده؟ واكتشفها وقول لك شفناها واتفرجنا عليها، ما توريها لنا طيب عشان احنا عاوزين نشوف عشان نتعلم منها. فانا عاوز اقول لك ايه، الكل لعب على وتر الجمهور ونسي مثلا المهندس هشام نصر اللي عمله في اتحاد اليد، اكبر لعيب على التوقيع للعب للزمالك، تغيير بعض اللوائح الاتحاد عشان من اجل ما انا بكلمك ما انا بقول لك. لكن عاوز اقول لك ايه، لم يخرج احد من النادي الاهلي او مجلس ادارته يرد على الكلام طبعا. خلي خلاص، خلي لول يقول، لانه الكلام ده برضه هتقعد الجمهور برضه هيقعد قاعد خلي بالك ملاحظ صاحي وملاحظ وفاهم ومتابع في ناس كتير. خلينا في الصفحه، ولكن ايه يعني. انت شفت انت عملت ايه؟ جه الاهلي عمل ايه؟ خد الخطوه، ده خطوه ده انا بقولها لك اهو دايما، الكبير وكبير الاسره الرياضيه بياخد خطوه بيترفع عن كل الكلام ده وبيحط الامور في نصابها القانوني. صحيح، برقيه تهنئه هدفها فتح صفحة جديدة، وان المنافسة الرياضية اكبر من ان احنا ندخلها في زاوية تانية دخلت وخرجت عن الحدود ويعني والاداب العامة. بامانة شديدة اتمنى المرحلة الجاية نشوف حالة هدوء في الوسط الرياضي، ونشوف تأكيد على عيوبنا واخطائنا في المشهد العام الرياضي نحاول نصلحها بالتفاهم مش اكتر من كده يعني. طيب برضو يا استاذ محمود، سؤالي لحضرتك استاذ جمال، رأي حضرتك في فكرة تأسيس مباراة أو بطولة الدوري الإفريقي الممتاز؟ والله الفكرة نفسها، الفكرة كويسة، لكن الحقيقة أنا بشوفها تجربة. يعني هم الاتحاد الأوروبي كان مفروض أو هو اللي يعمل التجربة دي، الاتحاد الأفريقي، الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الأوروبي ألغاها، رفضها، رفضوها أو ألغيت، الأندية الكبيرة رفضت الكلام ده، قرر أن هو يطبقها. لكن في كل الأحوال هي الفكرة كويسة، لكن هي عبء جديد على الأندية. يعني عايز أعرف ما هو الفرق الفظيع بين هذه البطولة ودوري أبطال أفريقيا؟ مش عارف، ما فيش فوارق جامدة. لا هي كل الفوارق في الفلوس. لا يعني لا، هي ممكن تكون مثلا البطولة دي ممكن تكون بين في نهاية الموسم بعد ما تعرف مين أبطال الكونفدرالية ودوري الأبطال، تبتدي تعمل البطولة دي كتتويج للبطولتين، يعني كأنها سوبر أفريقي. زي سوبر النخبة اللي بيحاول بالظبط، يعني بتعمل هنا ما بين بطل الدوري وبطل الكاس وبطل الرابطة. أن تبدأ الموسم بتاعك الأفريقي بهذه البطولة أنا بشوف أنه هو صعب شوية، لكن أمام أمر واقع أنت لازم هتشارك، وانت كنادي الاهلي انت كنادي اهلي يعني تم اختيارك على اساس ان انت بطل ابطال افريقيا. صحيح، فلا بد ان تدافع عن هذا اللقب. وانا بشوف ان المباراه امام سيمبا كانت سهله جدا بالنسبه للنادي الاهلي، وتم اضاعه 3 فرص منهم 2 لكهربا
قبل ضربة الجزاء اللي الفار استدعى فيها الحكم، والحكم رغم انه شافها اتفرج عليها بعد الحكم، حاجة غريبة جدا. وقد يكون معذور لو مفيش فار، يعني اللعبة لا ازاي يا استاذ، ده مواجهة، لا ده اللعبة شايفها بعينيه، ده مواجهة. لا لما تتعاد بقى من 20 زاوية وتشوفها انا ده اللي بقوله مش معذور في كده، ان هو لا هو مش معذور يا استاذ جمال، هو مش معذور. هات الصورة، خلي بالك ده كولينا في المدرجات، كولينا في المدرجات حكم الايطالي. لا انا بفترض موجود، وبعدين إيه؟ المسؤول عن الحكام في الفيفا اعتقد موجود وشايف. يعني عاوز اقول لك ايه، لقطه قبل الفار، قبل لقطه ملهاش عذر، قبل الفار بص الحكم واقف فين، بص عينيه فين قدامه، ده مش قدامه ده، يعني ده هو باصص على الفيفا، يعني هو اقوى من الفار بالظبط. برافو عليه، اقوى من الفار، برافو عليه. بس المشكله بقى انا بقول لك لو يعني مش هتتعاد، يعني لو ما حدش نبهه ليها كان يبقى له عذر. ما دي الكارثه بقى. طب تصدق انا لسه واخد استدعاء الفار ده دليل ايه؟ استدعاء الفار انا بقول انت عارف ان انا لسه واخد بالي نعم. معلش خلي الصوره يا سمير ثانيه واحده. ان هو لما شاف الصوره فوق جايبه له الفار وهو فيها صوره التلفزيون نفسه هو فيها، دي ادانه، دي ادانه طبعا. فقال لك لا انا مش هحسبها بقى. ما هو ده بقى والله العظيم. تصدق انا لسه واخد بالي دلوقتي، يعني هو باصص فوق، بص في الصوره اللي فوق على اليمين دي. ايوه طبعا اللي في الشاشه. هو هنا شايف نفسه ان هو واقف وشايف، يعني الفار بيقول له اهو، الفار بيقول له انت شايف اعمل بعيد. يعني لا غريب جدا. يعني عايز اقول لك بص ده دليل ادانه. يا كابتن اسلام ده دليل ادانه هي الصورة للحكم واللي بيدير التحكيم. يعني عايز اقول لك ايه، يعني انت شفت نفسك وانت بتتفرج على ضربه جزاء الله ينور عليك شرعي نظمي. تقول لك على كذا شفتها لايف وفيديو، وشفتها اعاده. يعني عايز اقول لك ايه، وده اللي بيحمله المسؤوليه الكبرى. لانه ما انا بقول احنا دايما نقول ايه، قبل اختراع الفار ده كان ممكن الحكم يغلط وما نشوفش بقى. احنا كنا بنعمل ايه قبل، نتكلم بعد كده. لا نتكلم بعد الماتش خلاص المباراه خلصت صحيح. انما ده انت الناس وقفوا اللعبه واستدعاك وقفت وناقشته. لا وانت رحت شفتها وشفت نفسك وانت شايفها. خلي بالك هم وروا له نفسه وهو بيشوف اللعبه قدامه، ومع ذلك لم يعتد بهذا الاستدعاء. وفي النهايه حسب قوانين كره القدم هو صاحب القرار، حسب قوانين الكاف هو صاحب القرار للاسف. حسب اللعبه، حسب اللعبه ده لسه هتشوف شغل عالي جدا. اصبر شويه بس. جه بقى الهدف طبعا اللي احرزه رضا سليم في الوقت بدل الضيع من الشوط الاول. ده كان يعني يخلي المباراه تروح في حته تانية صح. يعني ان انت تنزل الشوط تاني متقدم وعندك الافضليه والاريحيه، يعني الاولويه. فده ما حصلش للاسف، وسيمبا خطف هدفين. والحمد لله برضو انه كهربا احرز هدف التعادل، لان كان الموقف يتعقد الى حد كبير. يعني التعادل على الاقل، على الاقل ابقى امامك الفرصه باذن الله. انا مش شايفه يتعقد ولا حاجه بيني وبينك. يعني ان شاء الله باذن الله نكسب. انا دايما كنت اقول ايه، ان مثل هذه المباريات يا استاذ محمود الفوارق الفنيه للنادي الاهلي واضحه طبعا، ولكن دايما كنت اقول هذا. يعني حتى الجمهور ساعتها كان يقول لي، اخواتي واصدقائي وزملائنا من الجمهور كان يقول لي ايه، يقول لي يا كابتن انت يعني انا شايفك دايس على الموضوع قوي وعمال تقول سيمبا وماتش صعب وماتش. قلت لهم يا جماعه انا متعود على كده، حتى لو هناك فوارق فنيه كبيره ارض الملعب بتختلف. صحيح طبعا. وحسابات يعني انت شوف، انت راكب الشوط الاولاني ومضيع كام فرصه بالظبط، و10 دقائق في الشوط الثاني جم فيك هدفين. يعني برضو ما هي دي الكوره، كوره بتبختك بخطا، بشوطه، بكوره بتخلص الماتش. لكن انت لما تيجي في بدايه الكلام يا كابتن اسلام، السؤال اللي انت طرحته هو ده السؤال المهم، ما هو جدوى الدوري الافريقي؟ وعلى اي اساس اخترت الانديه اللي بتشارك فيه؟ انت عملتها توزيع جغرافي، انا عاوز اجيب من هنا واجيب من هنا عشان ارضي الكل، ولا بتاخدها بحساب المستويات؟ لو خدتها بحساب المستويات يبقى تجيب الناس اللي صعدت دور الثمانيه لدوري ابطال افريقيا اخر بطوله، تاخد منهم سته. عاوز توسع هتجيب افضل اثنين اول والثاني في الكونفدراليه، يبقى عندك كام؟ عندك ثمانيه لو انت عامل كده. لكن انت عملت لها حسبه وتركيبه غريبه جدا. فلوسها هي نفس فلوس دوري ابطال افريقيا. لا ده بالعكس. لا 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 دوري افريقيا السنه دي انت خدت 4 مليون دوري ابطال افريقيا. خدت 4 مليون بس على السنه كلها. انا بناخد انت قصدك في الحسبه دي يعني في الوقت خلاص نفسه. في الوقت انت كنت قايل كلام وما عرفتش تحقق تجيب التارجت بتاعك فقلت مش مشكله. لكن انا بقول لك ومصر على الموضوع،
يعني اتمنى للانديه ولو اتعملت رابطه يكون افضل يتم اعاده الحساب، لانه هذا ضغط على الانديه وعلى لاعبي المنتخبات والتوقيت وعلى المسابقات المحليه وارهاق للاعب والتوقيت. عاوز فكره مهم جدا، يعني انت لو عاوز تعملها هتعملها بحسابات مختلفه. تاني انت ليه ما تطورش دوري ابطال افريقيا؟ لا البطوله الام. ايوه لماذا لا تضاف هذه العوائد على البطوله الام وتحسن وتجود وتعمل وتدي وتعمل الفار بدايه من الدور ال 32 لغايه نهايه البطوله، بدل ما تقول ما عنديش والملاعب ولا وتبقى في تكلفه. يا ده الاتحاد الافريقي الكاف يعني عنده مداخيل ماديه كبيره جدا مش قليله. فانا اعتقد اتمنى يبقى الانديه لها راي في لجنه الانديه، يبقى فيها راي وانه الكاف يسمع لصوت الانديه، ولما تتعمل فكره الرابطه لابد الانديه وما ومنتسبيها يكون لهم راي ويتفقوا مع بعض. ليه انت بتجي تديش فرصه؟ انت كده هتعمل مشكله للمنتخبات. الناس دي عندها مسابقات محليه ودوري ابطال افريقيا وتضيف عليهم الدوري الافريقي وتضيف عليهم كمان الكاس هنا ومش عارف مين. يعني عاوز اقول لك ايه، واولمبياد وتصفيات كاس عالم ونهائيات امم افريقيا. اللعيبه انت كده بتخلص عليها، بدل متوسط اللاعب من 50 ل 55 اقصى حاجه 60، انت كده هتدخله في حدود 80 مباراه. وكل ونادي مثلا بحجم الاهلي طموح انه يبقى رقم واحد في كل بطوله يشارك فيها بهدف ووصل المستوى وتدعيم يعني عاوز اقول لك ايه، بامانه شديده تستحق. لا تستحق. هتيجي على شهر اتنين خلصان اللعيبه بتاعت الاهلي دي مش هتبقى شايفه قدامها. انا بقول لك هتيجي. ما احنا عشان كده الحمد لله ان يعني دي المفروض البطوله دي المفروض اقامتها على سبيل التجربه. صح، خلي بالك انت البطوله يعني دي هتطلع منها، البطوله دي هتطلع منها تلعب على دوري ابطال وبعدين كاس عالم للانديه وبعدين معسكر منتخب وبعدين كاس امم افريقيا وبعدين ترجع. ما انت كل ده ما لعبتش ماتشات دوري، ترجع تلعب ماتشات الدوري اللي انت اتاجلت لك من شهر مش عارف كام. قوي جدا طبعا صعب. بس هي الفكره ايه، مش الاتحاد قال الكاف قال ان دي اول بطوله وخاضعه للتغيير، ولذلك احنا بنقول اهو وجهه نظرنا ان اللي هي ايه بقى، ان هو يحافظ على بطوله واحده فقط لا دوري ابطال افريقيا زي ما الاستاذ محمود قال، ولا يا اما تقام هذه البطوله في وقت اخر طبيعي ماشي مع تدرج المستويات. اللي هو امتى يا زلمه؟ اللي هو بعد يعني بالك ازاي يعني بعد يعني انت تخلص دوري ابطال افريقيا في خمسه ده في شهر واحد مثلا كل سنة. مش دي سوبر، تعتبر زي السوبر. لا زي اسمها الدوري الممتاز الافريقي. ايه يعني، ما هو يعني ايه دوري ممتاز افريقي؟ هم قالوا كده. لا ما انا عارف، هم كانوا مسمينها الدوري السوبر. لا ما هو هي كده يعني، هي معناها ان دي النخبه، هو مختار اعظم 8 فرق او افضل. ودول النخبه؟ ما افضل 8 فرق. هم اربع فرق النخبه على فكره في البطوله. معاهم صن داونز ووداد يبقى معاه عليهم يعني نوعا ما الترجي. يبقى هو مختار اربعه ومعاهم اربعه الاقرب للمستوى. فهي الفكره يعني معناها ان انت بتختار افضل الفرق الافريقيه اللي موجوده وبتخليهم يشتركوا في بطوله انت عامل لها تسويق وعامل لها عوائد ماليه وحاجات زي كده. طب ما ايه المانع بقى انهم يفكروا يعملوها فيما بعد، لو في توقيت معين بعد نهايه البطولتين الدوري والكونفدراليه، ابطال الدوري والكونفدراليه، يبقى في مكان للبطوله دي. ما انا بكلمك هتبقى مكان في ازاي وانت عندك هترجع على مسابقه محليه وداخل في تصفيات كاس عالم وداخل في نهايات امم افريقيا 24 في يناير وبعد كده عاوز تكمل. ما فيش امم افريقيا ماشي كانت الدنيا ها ماشي انت يعني هي توقيتها صعب هنا لهنا 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 توقيتها صعب. ليه كمان انت مش بادئ يعني لما بتيجي تلعب دوري ابطال افريقيا برضو البطوله متدرجه في المستويات الفنيه صحيح. بتلعب مع فرق وبعدين كل مثلا شهر ثم المستويات بتعلى وثم المستويات بتعلى صحيح. فانت بادئ بالقمه، قمه المباريات. معلش يعني لما المستويات الاعلى هي اللي بتلعب في اول البطوله دي صحيح قبل انطلاق دوري ابطال افريقيا او استكماله. يبقى انت بتعمل ايه بقى؟ ما هو لازم يكون وراها. انا مش فاهم برضو يا استاذ محمود ايه الهدف من هذه البطوله. احنا دلوقتي احنا بندور على هو الهدف هو جمع مزيد من الاموال تضخ لصالح الاتحاد الافريقي بجانب الانديه. احنا لو جينا رجعنا الكلام والمؤتمرات اللي اتعملت في الاول حتى لما جه الراجل الاتحاد الافريقي ده وعدنا بوعود ما حققش منها جزء. مش هنلعب في افريقيا بالنهار يبقى الماتشات كلها بالليل، ما حصلش. هنلعب البار ما حصلش برضو من دور الثمانيه.
مش عارف ايه يعني كل الكلام ماشي. تطوير التحكيم لسه المشاكل زي ما هي، شفنا شايفين وجوه جديده والوجوه القديمه بدات تختفي، حتى الوجوه الجديده عليها ايه؟ عليها ايه؟ ظلم باين وتصرفات غريبه جدا، المفروض بايه؟ الناس دي تتحاسب على الكلام ده مش تعدي وكلام. بالظبط ماشي. عندك مثلا يعني انت لما تشوف دلوقتي مثلا بعض الدول كرويا مش على المستوى النهارده، تلقى فيها ثلاث اربع حكام اساسيين في خلال التصفيات وخلال المشوار. يعني انت شفت تحكيم مصري مثلا في البطوله لغايه دلوقتي؟ لا. ها؟ لا حتى الان لا. حتى لا شفت طب على الاقل مثلا يبقى تحكيم مصري في ماتش مين؟ ها؟ ماتش من ماتش من الماتشين. ماتشات يا ماتش الوداد وانبا يا ماتش الترجي ومازيمبي على الاقل. حكم من الحكمين هو التحكيم ما عموما. ما انا بكلمك فهي المشكله انا شايف ان هي المساله بامانه شديده لم يكن الاتحاد الافريقي موفقا في هذا القرار، وما كانش واتمنى انه الانديه يكون لها صوت زي ما كان للانديه في 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 الاتحاد الاوروبي كده لما قامت الدنيا على فكره عمل السوبر واترفض وبتاع والكلام ده وتهاجم الاتحاد وقتها وتعمل موقف انه كده هنبوظ البطوله الام اللي عملت التاريخ وهندخل. فانا عاوز اقول لك يعني بص يا كابتن، من يحسم عمر هذه البطوله؟ هل هي بطوله ولا يعني هتستمر او يتم الغائها او يتم؟ هو موقف الانديه الانديه المشتركين في الاتحاد الافريقي ورابطه الانديه اللي هتم انشائها لابد يكون لها قرار. انا من وجهه نظري لا جدوى فنيا من هذه البطوله. طيب استاذ جمال واستاذ محمود، الدوري شايفينه ازاي في اول اربع اسابيع؟ الدوري العام، الدوري العام المستويات طبعا يعني الترتيب الحالي غير معبر، الترتيب يعني غير معبر، لكن المستويات بشكل عام انه فعلا انا بلاحظ ان المستويات مختلفه ما بين مباراه واخرى. في فرق يعني ممكن اي فرقه تتغلب، مستوى مذبذب جدا طالع نازل، مفيش مستويات ثابته لغايه دلوقتي، ومفيش اسباب فنيه لهذا التذبذب. يعني ممكن تلاقي فريق النهارده وحش جدا، في المباراه اللي بعدها حاجه خرافيه. ليه؟ لانه لسه الموسم بيبتدي، فما نقدرش نحكم على المستوى الحقيقي للبطوله غير بعد مرور اسابيع اكتر. يعني اقالات واستقالات سريعه جدا. لا لا، وانديه الانديه الشعبيه برضو الخمسه الموجودين هيعانوا شكلها، وخاصه يعني انت عندك النهارده الاتحاد يعني عانى الامرين عشان يتعادل مع الصاعد بلديه المحل. الاسماعيلي النهارده تلقى هزيمه مفاجاه من فاركو. عندك المصري عانى قدام طلع الجيش وكسب بيطلع الروح زي ما بيقولوا 1-0. فاعتقد الانديه الشعبيه هتبقى عندها مشكله. الانديه اللي هتشارك في البطولات مشاركه في البطولات الافريقيه، الخوف مثلا من زي ما احنا بنتكلم الارهاق والاجهاد، وازاي قدره الاجهزه الفنيه على عمليه الروتيشن والتعديل والحفاظ على اللعيبه وتجديد الحماس والشغل الفني ده كتير. هيبقى العمليه زي ما بيقول الاستاذ جمال كده على الاقل محتاج 10 اسابيع. ها بعد كده هتبان بقى ايه ملامح بس هيكون حصل ايوه 10 اسابيع هيكون حصل فيهم حاجات كتير، هتكون فيها بانت ملامح المسابقه، هتبقى ماشيه بالقطاع يا كابتن اسلام. في ظل بص كمان انت لسه دلوقتي ما دخلتش لسه بقى في الدوري الابطال افريقيا الجديد، يعني انت ايه ده كده يعني ايه ده؟ الاهلي لولا قرار الكاف انه ما يلعبش في البتاع كانت الدنيا يعني انا بقول لك اهو ده الكاب، بس هي عمليا الكاب دافع هينفع. لا طبعا حتى عمليا ما انا بقول يعني عاوز اقول لك ايه، حتى لو قلت لي العب مش هعرف العب امتى. انا بقول لك هو ماتش الجمعه وهو في تنزانيا هيلعب الماتش الثاني سهلات، هيلعب الساعه 5 الساعه 5 هيلعب امتى؟ طب انا بسالك سؤال، 5 ليه؟ مش عارف يعني ايه هتقول للشركه اللي هي المسؤوله عاوزه الماتش الساعه 5 ليه العب 5؟ ما هم مركزين على البطوله دي. ماشي ما انا بكلمك اهو، العب 5 ليه وانا بلعب بالليل وجمهوري؟ ماشي عندك حساباتك ماشي خلاص، لكن انا عايز اقول لك ايه، انه انت عملت البطوله عاوز تدافع، انا عاوز تنجحها في اول نسخه عشان تقول ان انا نجحت وعملت. فالمساله لا المساله صعبه، خاصه انه يعني عاوز اقول لك ايه، موسم هيبقى مرهق وهيبقى ضغط رهيب جدا على الاجهزه الفنيه والطبيه والاداريه. وعاوز ابص عمل يعني على مدار اليوم، لانك انت شوف ما بين ماتش هنا وطيران وارجع وروح وتعالى يعني المساله مساله صعبه جدا. والخوف من الكلام ده من تاثير على ايه؟ تاثير على المنتخبات. انت انا شايف انه
رقم واحد وبالنسبه للموسم القائمين انك انت تصل كاس عالم 2026 في الظروف دي، انك انت تعمل بطوله امم افريقيا مميزه بعد ما كنت وصلت للنهائي وخسرتها قدام السنغال، انك انت تحاول ترجع البطوله اللي انت عامل فيها رقم تاريخي، برضه بطوله تبقى صعبه جدا جدا في حسابات مختلفه، وما تعرفش محترفينك هيبقوا معاك ولا مش معاك في الظروف اللي انت شايفها دي، لانه هيبقى لابد في ايه تبديل توافق ما بينك وبين الانديه الاوروبيه في الظروف ده، هيجي ده مش هيجي، لا سيبه ما يروحش اولمبياد باريس، لا خليه معانا في كاس الامم ده اهم، خلي بتوع باريس يروح وحدهم. يعني عاوز اقول لك ايه، هتبقى في شغل في الفتره الجايه في المساله، يعني بامانه شديده يعني مرهقه. وكنت اتمنى من الاتحاد الافريقي، وكنت اتمنى ان صوت الانديه يكون اقوى وتجبر الاتحاد الافريقي على انه البطوله دي كل اللي انت بتعمله طوره في البطوله الام، جدد وحسن في البطوله الام، زودها واعملها اعمل لها شكل، ادي جوازها بدل ما كنت بتدي الاربعه ادي الثمانيه ماشي، ثمانيه للبطل وسته للوصيف واربعه للمش، يعني عاوز اقول لك ايه، تستطيع انك انت تتعامل وهتكون نفس ايه؟ اعتقد هي مساله حقوق، ازاي دخل الشركه اللي جايه، الشركه اللي جايه عايزه تعمل حاجه، هي البطوله دي معموله زي ما قلنا تجربه كابتن اسلام، واضح جدا من كل حاجه فيها ان هي تجربه بروفا. بعد كده لما تتعمل الرابطه لازم هيدرسوا كل العيوب اللي حصلت لتلافيها في البطولات القادمه، ومن ضمنها توقيت اقامه البطوله، ده مهم جدا. عموما اتمنى يا رب كل التوفيق للنادي الاهلي في المباريات القادمه وفي كل البطولات. احنا بنتكلم كلام يعني على المفتوح مع حضراتكم علشان تبقوا عارفين ايه اللي هيحصل خلال الفتره الجايه، لان الفتره الجايه هي فتره صعبه جدا جدا جدا، سواء على النادي الاهلي او على منتخب مصر ولاعيبه النادي الاهلي اللي هيبقوا موجودين في منتخب مصر. عموما نتمنى يا رب كل التوفيق. شكرا جزيلا يا استاذ جمال، شكرا جزيلا يا استاذ محمود، انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وغدا حلقه جديده من البيت الكبير.